كيف نحفظ القرآن؟ والقرآن دقع موح عندي دو. لابد أن نحفظ حفظ يومي لا نترك حفظ القرآن أبدا. عام ده دي تأسديش هور دينا عام ده دي زوي. أولا لابد نصحح قراءة الآيات على عالم على مدرس حتى نقرأ القرآن قراءة صحيحة وبعد هذا نحفظ. ده حرقي القرآن نيس ديش عام عام يصحو يا تاع حين عام يشو حي خرخوت إنسان ديش عاي. نقرأ في تفسير مختصر جدا في معاني القرآن حتى نفهم معاني القرآن. أقا ده تدين دول تفسير ديش عاي. حين ما عن دوزر دولش عام دي دولشن. نستعين بالله على العمل بالقرآن. يوخا أتعمل ثاني. نستعين بالله على أن نعمل بهذه المعاني التي نقرأها في القرآن الله ونفهمها. الله الله حين غو ديوغ أح أتس عام دي دول قرآن تي حين غو خلر يغتول تي حا دقا عام در غو خلر.